وبعدين بقى انت هتبص لي كده كتير؟ على فكره انا بتكسف. هو في حد يعني بقى جنبه القمر ده وعينه تنزل من عليه؟ ابتدينا بقى في كلام المطربين كده برضو. طب صدقي ان انا اكتر مره حاسس ان انا صادق فيها. وبعدين يا ستي يعني اللي بيطلع من القلب بيوصل للقلب، ولو انا بكذب عليكي اكيد هتحسي ولا ايه؟ عندك حق يا كريم، الكلام لو كان من القلب لازم بيوصل، والحلم لو نؤمن بيه في يوم هيحصل. سلام، ده ايه المطلع الجامد ده؟ فين الجيتار الحان؟ ايه الحلاوه دي؟ اي خدمه شنانه. في جهنم. ايه ده؟ امسكيها يا بنتي، انت يا ست انت وهي حرام كده. يلا كله يقعد، اقعدوا اقعدوا مكانكم. ايمان البقاء لله، اقعدوا مكانكم. مش قادره سيبوني. امسكي نفسك يا تفيده، امسكي نفسك. الله، بكره تاخدي اعدام وتحصليه يا بنتي. خلاص يا فندم. ايوه يا فندم، هتولع ميه، هتولع ميه بدل ما انتوا قاعدين. كلنا هنموت يا اختي، كلنا هنموت. البقاء لله. يلا نقعد نقعد، حسبي يا بنتي. خلاص مش قادره اقوم، كلنا ابهاتنا ماتت. الله. يلا يا يلا يا حبيبتي فوقي، هات لها ميه، حد يجيب لها ميه. اخر الاحزان، اخر الاحزان. البقاء لله. اقعد يا شعوة، اقعد. معلش يا بنتي، معلش يا بنتي. خلاص خلاص خلاص، السويت حرام يا بنتي. يا حرام حرام حرام، السويت حرام. ما بت... يا وليه اسكتي. شارع محمد علي كله منور منور بيه يعني. اسخن اسخن يا باشا، اهلا وسهلا. بص لي انا يا حبيبي، امور استقبال. عايز اعرف بقى، جايلنا بقى في خطوبه ولا في فرح ولا في اسبوع ولا فطور؟ فطور؟ لا لا، ان شاء الله فرح. بس المهم يعني عايزين نعرف الاتعاب قد ايه. يا حاج، مش لمؤاخذه اما نعرف الفرح ده هتعمله فوق السطح في البطون، هنسافر وجه قبلي وجه بحري كده يعني. لا ان شاء الله في القاهره. ايوه، يعني فين سعادتك؟ في الغفير. ألف مبروك الباقي في حياتك الباقي. يا نهار مطين بطين، في الترب؟ فرح اللي في الترب ده؟ ده أنا بقالي 30 سنة في المهنة عمري ما شفت فرح في الترب. ده حتى كمان يبقى في إزعاج يعني، يعني أول ما زيكا ما تشتغل الميتين هتصحى. ريحوا يا بنات ريحوا، الفرح في الترب. ده أنا أول ما هقول يا عيني يا ليل العفاريت يا خالتي هيتلموا علينا وهنتلبس. نتلبس؟ الله اكبر، علينا خمسه وخمسه في عين اللي شفنا ولا يصليش على النبي. الصلاه والسلام. الترب ايه يا ابو ترب انت؟ والفرح يا خالف الترب ده بقى ان شاء الله يغنوا له ايه؟ ايوه ركدونا تحت التراب. الله يرحمك يا عمر. ما نعطلكش يا سيد الرجاله، ما بنغنيش يا اخويا في الترب.
اصبروا بس، اسمعوني. اقعدي يا اختي، عايز يحكي قصه حياته. ركبي بتوجعني. واضح ان انتوا ما نزلتوش المنطقه دي بقالكوا كتير. المنطقه دي ما شاء الله اتطورت واتغيرت، ما شاء الله. ده اللي ساكنين فيها الصحيين اكتر من الميتين. امال ايه؟ الله، ده الشقق هناك بسم الله ما شاء الله، الشقه الواحده فيها 5 ستارز. يا راجل، امال ايه؟ ودي ايجارها بالفلوس ولا بياخدوا الايجار راس رحمه ونور؟ طب ما نعطلكش بقى يا ريس، ملناش في الطرب. لا اله الا الله يا ست الكل، اطمني واصبري كده، ده انا هدفع لكم اللي انتوا عايزينه. بس الشغلانه بقى، ما احنا نتفق معاه بالدولار. انا من رايي نفكر. فكرت ايه؟ ده لا شكل دولار ولا شكل، عايزين نخلص اي سبوبه. زفه يا ابني تروح. خلاص يا جماعة، خلاص يا جماعة، وحدوا الله وحدوا الله وحدوا الله. عايش من غيرك ازاي يا بابا؟ معلش يا بنتي، شكرا لك، كنتي اخر الاحزان. شكرا شكرا. خلاص يا بنتي، لا اله الا الله. بس يا اختي بس، بس تعبتي 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 كده شويه شويه، ريحي وبعدين صوتي، ريحي وبعدين صوتي. خلاص يا بنتي، قلت لكم 100 مرة السواد حرام. لا ايه؟ لا مؤاخذة يا ستي المأمورة، ممكن اخش الحمام مزنوقة. لا لا، مش وقت مش وقت، امسكي نفسك امسكي نفسك. ورحمة ابويا ما قادرة، مش قادرة. ما ينفعش ما ينفعش. تعرفي الحمام فين؟ الحمام هنا؟ يا شعبان، يا عصفور، يا وائل. تمام يا فندم. أمنوا الحمام كويس. آه يا كل حتة. شوية شوية، مش كده، وحدوا الله. يا حنين يا بابا. تمام يا فندم. أمنتوه كويس؟ تمام. اتفضل اقف عند الباب، محدش يتحرك. شهوار خديها وما تتأخروش، يلا. تمام يا فندم. روح يا بنتي. تمام. روح. يلا يلا يا مزنوقة قومي. حاضر حاضر. أنت هتموتي فيها، قومي. يلا. خلي بالك يا شهوار. مش موجودة مش موجودة. استريحوا لما تيجي تصوتوا، استريحوا لما. فكروا في أي حاجة. يا أختي إذا كان الرئيس متقال مات، تعالي. استني، هاتي إيدي وجعتني والنسوان فعصوني. عايشة تقرف. حبكت الزنقة دلوقتي، حبكت وشك نعس اهو اصلك. خشي ما تعوقيش. حاضر.